السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي مالك مسعي، عمري 6 سنوات، عمري ستة من ولاية تبسة، من ولاية تبسة. أتمنى لكم عيد سعيد. السلام عليكم أصدقائي، اسمي عيدة ماريا من ولاية تبسة، أتمنى لكل الأمة الإسلامية عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي جواد تسليم من ولاية تبسة وعمري 10 سنوات، وأتمنى أن عيد مبارك من إلى الجزائر. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميل. السلام عليكم، أنا اسمي جواد ملك من ولاية تبسة، اسم عمري 10 سنوات، وأتمنى عيد مبارك للجزائر وكل أطفال الجزائر. السلام عليكم أصدقائي، اسمي ماريا مسعي وعمري 12 سنة من ولاية تبسة، وأتمنى عيد سعيد لكل أطفال الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي بوعلاق ماريناس، عمري 12 سنة، أسكن بولاية تبسة، أتمنى لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية عيد فطر مبارك. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي أسماء بخوش من ولاية تبسة، أتمنى لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية عيد فطر سعيد. السلام عليكم، أنا اسمي سعدي تسنيم من ولاية تبسة، عمري 10 سنوات، وأتمنى لكل أطفال الجزائر والمسلمون من أنحاء العالم عيد فطر سعيد. السلام عليكم، اسمي سلمية مريم، عمري 10 سنوات من ولاية تبسة، أتمنى لمشاهدي قناة عمو يزيد عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي ليان ولقبي عشر، وأسكن في ولاية تبسة، وأتمنى لكل مشاهدي عمو يزيد، أتمنى إليهم عيد فطر سعيد. السلام عليكم، أنا اسمي أبو علي جنى من ولاية تبسة، عمري ست سنوات، أتمنى لكم عيد مبارك على كل الجزائري. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميل. السلام عليكم، اسمي اياد دقناجي، عمري 10 سنوات من ولاية تبسة، عيد فطر مبارك لكل اطفال الجزائر واطفال العالم المسلمون. كل عام وانتم بخير. أنا اسمي زياد طوارية من ولاية تبسة، أتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنا آية من سيكتا، صحة عيدك يا سيدي. صحة عيدكم.